شهد صباح اليوم مقر المحكمة العليا مناسبة أداء يمين القسم لـ12 من مفتشي الدولة. المناسبة كانت بحضور رئيس المحكمة سمير أدم النور والمفتش العام للدولة سنوسي محمد علي، إضافة إلى أهالي وأصدقاء وأقارب المفتشين. المزيد من التفاصيل لدى الزميل محمد حسن آدم. أدى 12 من مفتشي الدولة يمين القسم أمام أعضاء المحكمة العليا، وذلك بعد أن تم تأيينهم بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بالتاريخ 23 من أغسطس الماضي، وأن المناسبة كانت بحضور رئيس المحكمة سمير آدم النور والمفتش العام للدولة سنوسي محمد علي، حيث ابتدأت المناسبة بكلمة المحامية فاطمة بيزو والتي قرأت اللوائح والنصوص القانونية الخاصة بمزاولة مهنة مفتشي الدولة بالصورة المطلوبة ووفق النظم المعمول بها. رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور أثناء خطابه ذكر المفتشين بأن مهنة المفتشية تحتاج إلى تحمل الصعاب، وأن يكون المفتش على قدر المسؤولية لرفع التحديات التي تعيق سير الإدارة الرشيدة بالدولة. كما أكد المفتش العام للدولة بأن الفريق الجديد سيبذل قصارى جهده لأداء المهمة التي أوكلت إليه بجدية وإخلاص. فرئيس الجمهورية قد قام بتعيين هؤلاء الأشخاص في هذه المهمة الصعبة والقويمة والتي فيها الكثير من الأهداف القيمة للبلاد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والأوضاع التسييرية أيضا، ونحن نسعى في أن يكون لكل واحد منهم الدور الأساسي في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة، بأن كل الأشخاص المعينين مخولون للقيام بهذا المهام، ونرجو منهم كما أطلب من الجميع بأن يكونوا على مستوى هذه الثقة، ثقة رئيس الجمهورية لأداء هذه المهمة القيمة. هذا ونشير إلى أن المفتشية العامة للدولة أسست من أجل التطهير العام وترقية الإدارة الرشيدة بجميع مؤسسات الدولة ومكافحة الرشوة والفساد، وهي تعمل وفق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية.